يا اخي قدو اقصى اجر بندي لكم ما اتي مع العامل هذا مكانه كل شيء بيرتفع الا العامل هذا مكانه تشتوه من حق قبل 20 سنه يا اخي غلاوه هذا التقوى الله يلا خي عاد انا ايش اقول لك كلمه الله يحفظك معي واحد صاحبي وظروفه زي الزفت والله انه جالس في دكان ايوه هو عامل ما شاء الله يشتغل انه مع اسره ها يا تمام الله يعطيك العافيه خلاص انا ادي معي واجي عاد اسير الان صحي يلا خير الان عندي لا عندك الان يلا الله يعطيك العافيه عمنا مع السلامه اروح ادي محمد ونتوكل على الله يلا بسم الله الرحمن الرحيم الله يجعله يوم خير الله يعينك يا محمد كيف صابر على السكن في هذا اسره وجالس في دكان لا حول ولا قوه الا بالله خلينا نبصر العمل هذا يا محمد محمد اخرج صباح الخير يا صباح النور والفل هيا قوم اخرج نسير معانا عمل نبصر عمل لقينا عمل ارجع جهك العايل العفو منك خير يا اخي علي ايش به ادخل اغسل وجهك واخرج نسير نبصر العمل لقينا عمل جديد ما عمل ساعة الناس ولا بتمكنني عمل ساعة الجن واخر شي بنروح رجل لا 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 انا احس ان العمل هذا خي وما جاء من الله بركة ادخل اغسل وجهك وهيا سرنا يلا يلا ظهري يا ريحان يلا اكتب الله يعين على السكن في المكان امان الله كذ قلت انا ما هوش فايد يا اخي مالك يا محمد صلي على رسول الله جالس تحاكي نفسك عتجلان اللهم صلي وسلم عليه يا اخي علي انا بين افكر واسبح في عالم ثاني وش يوصل له طريقه كيف اغناه في يوم ليله اها يا اخي احمد الله على النعمه الذي انت فيها جاي يقول لي يشتي غناه في يوم وليله احمد الله جينا بسرعه العمل هذا وحيفرجها ربك لا حرام ما معذره الا ادي طريقه اغنى هي غنى لك غنى ركوبي تكسرت نبذال أبوك وين البيت هذا أشتغل فيه هنا قريب يا محمد قريب وصلنا خلاص ما كانتني من الصبح قريب بسير الرجال ما هو صاحب السيارة قد بينزل أدوات رمضان من دحين شكله عيدرس أم البيت أدوات لرمضان دعيجي ولحنا يا أخي علي ما لقيناش الحبة الزبادي وحبتين خبز الجهال يا أخي اتقي ربك هذا رزقه ولدي رزق قادر أنه يرزقنا أي الرزق وين طلي يا أخي علي كلنا بنصوم وكلنا بنصلي لكن استغفر الله العظيم قد عشتنا هي ذكية النكد يا أخي استغفر ربك ما يجوز هذا الكلام هو يأخذ شيء ويعطي شيء وبعدها ما درك معه يمكن معه مشاكل ولا مرض يا أخي استغفر الله العظيم وربي يرزقنا مثلهم وجاء مرض ولا عمره لا جاء استغفر الله العظيم أصلاً استغفر ربك يا أخي حرام لك طفحتنا بكلامك هذا وجعت قلبي هيا انزل بسرعة عمل هيا أي أي أتحل قافة وقناوي سلام عليك هيا وصلنا يا أحمد هذا البيت الذي عن اشتغل عنده بابا يعلم الله كيف عيشتهم هؤلاء أقول لي منين اتصلت هذا الأمة بنا هذا الفل كلها يا أخي أكيد بيشتغل من الشغلة هذه يا أخي ما دخلك من الناس حلال ولا حرام ما دخل هذا رزقه من راقب الناس ما تهم بس يا أخي علي أمانا قد فينا هم ما يكفي شكلهم دحين بيلبسوا أحلى لبس بيأكلوا أحسن أكل سيارات وقد مأمن مستقبل أولاده خاف الله يا أخي محمد وصلي على رسول الله اللهم صلي وسلم وهني لغيرك والله بيعوضك يا أخي علي متى لو ما قدنا شيء بواموت أنا الشيخنا هذه اليومتين عدني شباب أعيش حياتي وأعيش عيشتهم غني مرتاح والرفاهية هذيك بكلها يا أخي محمد خاف من الله ما علينا من هذا خلينا نسير نطلب الله وربنا بيرزقنا هيا توكلنا على الله محمد يا أخي مالك أقلقتني صلي على رسول الله خليها على الله يا أخي علي أقسم بالله أنك داري بل حياة والعيشة اللي احنا فيها
أمانة قد الشيء طلع لي من هنا ومن هنا. يا أخي صلي على رسوله وخلي شيء كل شيء على ربك، ما لك أنت هكذا واصل في هم يا أخي. بسير وين الناس في عيشة وعز ولحنا في الشقة هذا أبو 2000 ريال رايحين جايين، ما لا تخارجنا ولا عشنا عيشة ساعة الناس. وهذا الذي ضرك إنك بتنظر للغير. أمشي 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 أمشي. خير يا قسيسي، أزار الله يرحم والديك مواضيعك ما منن خير. أنا في الحالة حيث أنا جالس كل يوم مدهدة حالة أمي حالة. تعال يلا يلا قبل يلا خير خير إن شاء الله. مدري إيش الموضوع دي معك، قبلنا أنا سريع. وين أنت يا أخي من أول مريح لك؟ حرام عليك، تعبان زهقان وجعان. مع الأزهر تذهب همومك. أحد بيصورك ولا إيش بتفعل الإعلان هنا؟ إيش إعلان؟ ايش هذا؟ ما انتش داري ايش به؟ ما ناش فاضي المواضيع، اقسم بالله ما منك الا الدبور. ما بلب سرتك ضابح ضيق شابع شابع نكد شابع فقر شابع جعجعه شابع دهدا كلن. ما جينا لكم الا لكي نرضيكم. عتحاكا عتحاكا سع الناس. ايش المجبر قطف؟ المجبر ما فيه، به واحد نشر في الواتساب. ايوه قال ان بنته مريضه فيها فشل كلوي. ما فعل عالجها؟ بعدين اسمعني لا تعالجهاش، الآدمي ملياردير ما يبيع ما فوقه وما تحته. ايوه وانا قلت وصلنا عندك يعني يعني اللي انت تبيع لها الكلية. نبيع كليتي انا يا زهر؟ ما فيها تقنى تقنى، اقول لك ملياردير الرجال بدل الضبح والنكد. طيب ليش ما تبيع كليتك انت؟ انا الحمد لله مرتاح، زلات سيارات كل شيء. نعمة نعمة نعمة. أمانة أمانة إنك أديتها. الله يحفظك. والله إنك من يوم ما جابرتني بالمجبر هذا قد بين أحس بين وبينك القلية حقي بتضايقني. دلنا رقم الرجال وإذا سبرت يمين ودين إني لدي لك حقك نادي قبل هذا. اسمعني أنا ما مديت الرقم لأي واحد. لا لا ما عليك أمور سابرة. مدري وإحنا أغنينا زار، مدري وإحنا دخلنا في مشروع كبير. وأنا ما جيت لا عندك حرام لا أرفعك وخليك المشرف على أعمالي. خلاص تمام بس حقي الرجال فلوس زلط. أقول لك ملياردير يطرش زلط. حلو طيب وين الرقم؟ الرقم برسله واتس. حلو برسل. أنا أفدي قلبك الحق علي قد أنا في أيش أقول لك في الفقر والجعجعة هذه. أنا شبسر مش ترجع تنساني. لا عيب الله المستعان، العيش والملح يقطع فينا احنا. والله لا سلام انا افدي قلبك والله. سير دي رقمك طوب سريع يا اخي. انت فعلت رساله في الواتساب لصاحبي انك بنتك قديعه تموت وفيها فشل كلوي حاد. ايوه انا مستعد ادي لك الكلى القلب الرئه اللي تشي. انا مستعد انا مملوك لك، افتح لك انا تشليح. انا افدي قلبك، حدد لي موقعك وانا شايل الان. ايوه لا لا بس نسيتني صايم. ها يلا الان الان جاي لك. يا اخي وين محمد صاحبي؟ وانا ادوري ولا لقيته يعلم الله. انسى مالك يا حج سلامات؟ من بتدور؟ تدوري دكان الايجار؟ ها بندور شيء ايجار؟ بندور محمد صاحبي هذا 3 ايام واجي والقفل فوق الباب يعلم الله فينه. بندور فينه؟ اي الادمي باع كليته يعلم الله وين، في اي فيلا بدور. ايش باع كليته؟ لا باعها قال الواحد ركبه شابع. لا 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 محمد صاحبي ما يفعل هالشيء. فاسير ادور ايش الموضوع، اسير ادوره. وين الرجال هذا؟ اشتقت الارض وبلعته 4 ايام وانا ادوره. ها ها يا ولد لو سمحت لو سمحت. الله عليك ابني كيف انت؟ الحمد لله. ابصرت محمد هذاك صاحبي الذي يجلس يمشي ناويه؟ اينو هذاك الذي يجلس يشتغل ناويه دائما ونسير ونجي الاصحاب؟ احنا اصحاب ماشي. والله غريبه والله. قد كان معي صاحب يرد لي بالرسائل، قد كان معي صاحب يرد لي بالرسائل، واليوم ما عاد شفت منه رسالة. غايب وهو موجود في القلب داخل، لكن غيابه زاد في العقل حالة. بحثت عنه في خطوط التواصل، يمكن قطع عني خطوط اتصاله. حاولت أصل له من جميع الوسائل، أصبح صديقي صعب جدا وصاله. دورت عنه بين كل القبائل،
هو مقصدي بس أسأل كيف حاله وأقول له إن القلب مجروح زاعل. أين الأخوة والوفاء والزمالة؟ حنين قلبي ما تحن الجرامل على الصداقة والصحب والرجالة. حنين قلبي ما تحن الجرامل على الصداقة والصحب والرجالة. عجبني الجو بصراحة أنا، وعجبني المكان. إيش مواصفات البيت هذا؟ والله يا حبيبي هو 9 لبن. حلو. على ما أنت شايف. أيوة. مع بدروم، معك دور أول. ما شاء الله. مع المطبخ خارج، مع المطبخ حقه. جدا جميل. والحوش ما شاء الله. الحوش ما شاء الله ميدا. وحوش دور ما دار على البيت صح؟ أيوة. ما شاء الله. ها. خلاص بكم حيكون السعر؟ عادي مع أن نختلف نطلع على عند الأمي. ومالك إلا. أمور طيبة. السعر طيب. توكلنا على الله. ما الزمن تغير ولا عمل، 4 أيام وأنا ألوي أدور عمل. إيش الخبر هذا؟ الزمن تغير ولا أنا تغيرت ولا كيف؟ والله لا أصير أدور لي عمل وعلى أساس أكل عيالي من عرق جبيني. لو حسابي أشتغل مغسل سيارات. ها؟ مغسل سيارات؟ حتى مغسل سيارات إيش فيها؟ همشي أكل من عرق جبيني، عمل حر وشريف إيش ما كان. بدو هذا يا رب سهلها يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. شبح 2019. ما شاء الله ما شاء الله. والشبح 2019. ربك ما يقيد له وحوش، حرام لو هي معي لا دعس العالم. يلا خليني اطلب الله في هذا المعرض صورة برك. يا عمنا يا عمنا يا عمنا. أيوة. السلام عليكم. يا اخي وينو صاحب المعرض؟ انا صاحب المعرض ما تشتي. اشتي اطلب الله مسح سياره، هذا معي انا بعدتي جاهز. بس مسح سياره انت؟ كل شيء الله المستعان. عرف السوبر لوكس رجعه. من كم؟ ما عليك شيء. كم بديت يا اخي؟ قد الظروف ما نفعل. يلا يلا مستحيل لك زيت ولك. ابشر من عيني. ابشر يا عم. حاضر. بسم الله. يا نسيم الصباح سلم على بهي الخد. ايوه انا شي سياره ترنزي تطبلون اصفار موجود وكاله ليك مقام ياك رهيبه موجود معرض السياده يوفر لك احسن سياره. حلو. اشي الاكزز ولا تيوتن؟ هذه جديده على الزيرو. هذه 2017. ايوه جديد. اين المفتاح حقها؟ موجود. يلا تعال ابدي. ما شاء الله ما شاء الله. صلاه على النبي. ما شاء الله جدا روعة وحاجة نظيف وفخامة. هو واللون بالذات عجبني اللون. أمور أمور ما شاء الله كان. هذا محمد صاحبي. ها؟ لا 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 مشهور. لا شيخ لكن والله نفس زيه. أروح أتأكد هو محمد ولا لا. الله عليك يا محمد. عم شي سيارة نظيف. خلاص سيارة نظيف معاه. الزلط. أنت محمد؟ من هذا؟ هذا عمي علي يشتغل عندنا. أنا ما علي يا محمد. ما أعرفك. تعرفه؟ ماشي والله أول مرة بسمع. عم علي لو سمحت. لا لا أكيد يمسح. عم علي. ما هذا بشي بيشتغل. إيش بيشتغل هذا؟ هذا مسح سيارة عندنا. ليش ما تخليه يمسح صالون هذا؟ قال له حاجة. عم علي. يا محمد أنا صديق عمرك. أنا علي. ما أعرفك شي. عفو الله يرحم والدك يا أبي. يا استغفر الله. كلمه كلمه فهمه. أي شيء أي شيء أي شيء. شي. شي. أول يوم مشاكل. صاحبك يا محمد. عفوا ولا أعرفك ولا قد شفت صورتك هذا. غير جاء محمد آخر. هو أنت عليك رحلك رحلك. ما له في رجة ولا شيء. ما في حاجة. هذا اليوم اشتغل عندنا. المهم هذا محمد صديق عمري. غيرت الفلوس هكذا. الله يلعن أبو المادة ويلعن أبو الفلوس الذي يتغير الناس. من حضرتك يا صاحبي من حضرتك. من حضرتك يا صاحبي من حضرتك. تزنط وتتكبر علينا من تكون. ما غرور ومتكبر وبايع خبرتك. فالمال يلعب لك بحمران العيون. الكبر أرخص عندنا في قيمتك. ودامك رخيص بنبيع لطرف زبون. يلعن أبو صحبة تشابه صحبتك. شابيعها حتى ولو شجلس بدون. نفسي عزيزة فوق ما هي عزتك. فالمال عندي لجل عزي بايهون. والمال عندك كل شي في دنيتك.
أرخصت نفسك والصداقة والبنون وبعت لجل المال حتى هيبتك، فاسم الرجال فيك عمره ما يكون، أخزيت نفسك فالبشر يا عيبتك، كنت أحسبك رجال يا حمى الدقون. زار أهلا يا عم علي. تحب صرت محمد صاحبي؟ أهلا. بعد هذه الفترة اللي جلست أدوره وأقول وينه وأجلس أدسير له عنده، اليوم تفاجأ أني قد صار أشتري من معرض سيارة معرض، دخلت أطلب الله فيه أشتغل، قد مع سيارة جيت أسلم عليه أقول صاحبي أنكرني، قال لا أعرفه ولا يصرفني. لا نعم علي، إن قد هذه السيارة الرابعة والخامسة ويشتغيها. بني وبينك، هو من يوم سمعت أنهم قالوا باع كليته، شكل الزلط هذا جات من الكلية، لكن الله يلعنه الذي شار عليه بيعها. سهل سهل يا عم علي، بيني وبينك هو أنا ذي رويته، بس تخيل تخيل يا عم علي كل اللي بيدي لي سعايا وديته لعن صاحب الكلية وقلت له بيعها، نكبني نكبني يا عم علي نكبني بحق سعايا، بس أقسم ربي ما راحت له. يعني هو باع ارضيه ولا كليته تسي سعايا؟ الله لا وفقك، وهو انت السبب. والله انك نقصت من نظري يا زهر. اسمع انا ما تهمنيش الفلوس، انا شي امور وعمل قطاف وبياض الوجه، اما عمل من حق الخلفجه هذيك ايوه انا سلمك بعدين. حياك الله يا شهاب. الله يحييك يا عم علي، تعرف محمد هذاك صاحبك اللي باع كليته قبل 3 سنين؟ ايوه ماله؟ قالوا قد مرض وقد في البيت قد قع فيه جلطه بعد جلطه وقد باع ما فوقه وما تحته. يا رجا هذاك تمرض الأمة كلها ولا يمرضه، من ذي قال لك الخبر هذا؟ المهم أنا قلت لك يا عم علي، أنا سمعت من الناس وذكو ساكن في بيت جنب الدكان حقها الأول. إذن والله الموضوع صدق يا شهاب؟ لا صدق، أنا علي قد قلت لك خاطرة. والله أن الموضوع باين على حقيقة. يا عبده افعل لي كيلو شمع، افعل لي كيلو موز، وافعل لي 2 كيلو من هذاك الخضرة البرتقال. طيب فعل لي 2 كيلو، فعل لي 2 كيلو تفاح، هيا فعل لي شمع. تفاح اهلا يا زهر، كيف حالك؟ موز كيف انت اليوم؟ والله ما شاء الله، يعني تروح للبيت اخيرا. شو للبيت ما عشان داري بصرت محمد صاحبنا بعد العز هذاك والراحه والنعمه. ايوه سمعت اني وقعت في جلطات ومرض وخلي هلك الله، ويمكن فشل ذا العين مثل كيفه. محمد صاحبنا ذي كان يزنط فوقك وكان هذا الذي باع كليته. ايوه بس كان يزنط فوقك ويدحسك ذا الحين بالديله. ما يا اخي صلي على رسول الله، ما عند المرض هو صاحبي والله لو ازوره للونها، هذا مرض ما يحتاج. هات يا اخي نزور الرجال، هات خلاص انداري يا عم علي، سلم لي عليه، بلغ السلام الكثير، والله انه بالاخير انه صاحبنا ان شاء الله تعالى. يلا خدمات يا عم علي. الله يكرمك الله يكرمك. واحد موزي ولا على عليك شي، جي زور الرجال وتاكل عنده. يلا الله هيا اخي هات شطني. وهذه القصه كلها يا اخي علي من يوم ما بدت النثره لليوم. تشتي الصدق والله انك تستاهل. ليش يا اخي علي ليش؟ كم قد نصحتك وكم تبطل هذا الطمع والجشع، ونسيت ان العافيه اكبر غنى والله. والمال مش كل شيء يا محمد. والله صدقت والله يا ما قد بعت ما تحتي وما فوقي وادور نعمه العافيه، من يوم ما بعت الكليه والرجال ادى الفلوس والزلط، وانا بين اخطط واحلم والحلم حقي بيكبر، لكن استغفر الله ربي ما اراد اني يكتم الحلم هذا، وجاء مرض بعد مرض مرض بعد مرض، لو ما بعت كل حاجه والله يا محمد لو شفت في ناس معاهم مليارات الارض وبيتمنوا العافية تمناي، وانت جال المفروض انك تفرح بنعمة الله عليك، لكن صرت تبيعها. والنعم والنعم بالله والنعم برزقه والله بالله. اقتنعت وقدرت قيمة العافية. الحمد لله. أمانة هني يا عم علي الحمد لله حسني مرتاح الآن. الحمد لله. مطمن والله ولك الحمد. وقع لك درس 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 ما عمري ينساه. الحمد لله رب العالمين. المهم لو بشغلة ولا عمل معك هذا اليومتين
تصلي؟ ان شاء الله. ما هذا الحين قوم اطلب الله قدك بخير. اكيد اكيد ما انقد انا حرف على الصاجه. من غدوه نسي ندورنا عمل وربي يعوضنا بدل هذه بعتها. وربك يعوضك باربع كلي. انا افدي قلبك والله اليوم الغداء انا على الحاصل. يا رجال ما يحتاج عاد عن جي نخسرك. لا 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 الحاصل نتغدى انا ضيافتك اذا ضغ اليوم والله نوجعني قلبي عليك يا رجال. فعلت نفسي هكذا فوقك وانا احنا اخوة وانا قلبي عليك واصل والله ان انا كنت ادورك واصل ادورك واصل ولا لقيتك. حرام انك كفو وانك سيد الرجال قسما بالله. انا داري من معي والله داري. انت اخي وصديق لكن ابليس الله يلعنه غرني وزين لي احلى الدنيا هكذا. الله يلعنه. ما كل مفقود تقطع له بدل فاقد. حافظ على كل غالي قبل فقدانه. خل الوفاء والأخوة والصحب شاهد. والعيش والملح خان الله من خانه. لا صاحبك كفو لو يطلب من الساعد. يستاهل الجيد لا ضحيت من شانه. قدر وجلل كبير القوم كالوالد. وقدر الباقين كلا بميدانه. وابعد من الفسل دي في مجلسه قاعد. لو يناديك لا تجلس بديوانه. يدي لك السم في كاس العسل بارد. ويظهر لك الحب من راس لسانه. ما دام لك القدر بين الناس متواجد. ما وطوا الناس من ربي رفع شانه. محال يبقى الوفاء عنوان للحاقد. ولا يبيع الوفاء من كان عنوانه.